الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. زي ما احنا شايفين حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 1,800,000 نسمة بعد ما ذهبوا وبعد ما مناسك الإحرام حصلت وبعد الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة، النهاردة من أذان الفجر حجاج بيت الله الحرام عند مشعر منى لأداء رمي الجمرات. الأمة الإسلامية على جانب آخر كلها بتحتفل بعيد الأضحى المبارك، وزي ما شفنا مناسك الحج أيضا هناك مناسك أخرى لعيد الأضحى، هنتكلم عن المناسك دي وهنتكلم أيضا عن هذه المناسك. هنتكلم فعلا بالتفاصيل عن احتفالات العيد كمان واحتفالات المسلمين ازاي بتتم الاضاحي، بيتم توزيعها ازاي. معانا النهارده في الاستوديو منورنا الشيخ محمد نصر عبد المنصف الليثي الواعظ بالازهر الشريف. اهلا بحضرتك، أهلا صباح الخير، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. لا انتم بخير وحضرتك طيب. يعني بنتكلم عن احتفالات عيد الاضحى ودايما بيبقى فيه طقوس كده وسنن مختلفه للعيد، فازاي احنا كمسلمين بنحتفل بالعيد؟ ايه الاعمال المستحبه ان احنا نعملها؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه كل عام وحضراتكم والامه الاسلاميه كلها بالف خير وصحه وسلامه، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هو بداية ان احنا محتاجين نفهم فلسفة العيد في الاسلام. يمكن اكبر دليل على ان الاسلام هو دين الفطرة ودين موافق للانسانية انه لم يقتصر على جانب العبادات فقط. النفس الانسانية بطبيعتها تحتاج الى تبدل الاحوال، تحتاج الى التغيير، تحتاج الى الخروج دائما عن المألوف الى شيء غير مألوف، التجديد في الحياة مطلوب. عشان كده نلاقي ان الشريعه الاسلاميه زي ما شرعت لينا العبادات المختلفه من صلاه وصيام وزكاه وحج وغيرها من القربات التي نتقرب بها الى الله عز وجل، تلاقي ان الشريعه الاسلاميه حطت وقت للانسان بتقول له انت من حقك ان انت ترتاح، من حقك ان انت تفرح، من حقك ان انت تسعد، وكل هذه العبادات والشرائع جاءت في الاساس لسعاده الانسان. عشان كده نلاقي ان الشريعه الاسلاميه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه المنوره وجد ان اهل المدينه عندهم يومين بيلعبوا فيهم لهو، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا هذان يومان نلعب فيهما، فقال ان الله ابدلكما بهما يومان، يوم الاضحى ويوم الفطر. ويمكن احنا فلسفه الاعياد في الاسلام عندنا دايما مرتبطه بالعبادات، يعني نلاقي ان عيد الفطر ياتي بعد انتهاء عباده عظيمه وركن عظيم من اركان الاسلام وهو الصيام، ونجد أن عيد الأضحى يرتبط ارتباط وثيق بركن أكبر من أركان الإسلام وهو الحج. فدائما تجد أن العبادات عندنا في الإسلام مرتبطة دائما بالأعياد والفرح والسرور، وهذا مصداق قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب الأعياد ديت إيه المقصد الأساسي من وراها أو إيه المعاني الأساسية اللي إحنا نخلي بالنا منها كمسلمين وإحنا بنحتفل وإحنا بنفرح؟ الأعياد جاءت في الإسلام رقم واحد إظهارا للفرحة والسرور وسهولة هذا الدين ويسر هذا الدين وموافقته للطبيعة البشرية. من المقاصد الأساسية للأعياد في الإسلام فكرة وحدة الأمة، يعني إحنا نلاقي دايما الإسلام بيدعونا دايما للوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنلاقي مثلا أن المسلمين قد يختلفوا في بدايات شهور ونهايات شهور، لكن نيجي في الأعياد نلاقي أن الأمة الإسلامية كلها تحتفل بعيدها في يوم واحد. صحيح. فهذا مظهر من مظاهر الوحدة كل المسلمين النهاردة. صحيح. من مظاهر تأكيد الوحدة فكرة صلاة العيد، وده حاجة عظيمة جدا أن أنت تلاقي المسلمين ممكن نكون في حي واحد مع مشاغل الحياة ما بنشوفش بعض في معظم الصلوات، لكن تلاقي يوم العيد الحي كله بيجتمع في مسجد واحد، حتى لو في أكتر من مسجد لا هو مسجد واحد جامع نجتمع فيه، يسلم بعضنا على بعض ويهنئ بعضنا بعض، حتى أن الإسلام يقول لك صلاة العيد يخرج لها كل المسلمين الكبير والصغير، الرجل والمرأة، حتى المرأة الحائضة التي لن تشهد الصلاة مش هتقدر أن هي تصلي، لا تروح. تشهد المصلى وتروح وتفرح بالمسلمين. ففكرة الوحدة وفكرة الترابط وفكرة التهنئة بين المسلمين ووحدة المسلمين ده أمر مطلوب جدا. من ضمن أهم المعاني في العيد وخاصة في عيد الأضحى فكرة الشعور بالفقراء والمساكين والضعفاء في هذه الأمة. يمكن ده موجود في عيد الفطر بصورة واضحة في زكاة الفطرة التي تجب على الصغير والكبير، وموجود أيضا في عيد الأضحى
اللي احنا بنشوف فيه الاضاحي، بنشوف فيه التوسعه على الفقراء. من ضمن المعاني المطلوبه في العيد فكره التوسعه على الاهل. يمكن احنا في حياتنا طول الاسبوع وطول الشهور مشغولين، وطول السنه مشغولين، مشغولين بشغلنا وبعملنا وبالسعي في الارض والضرب في الارض. فيجي العيد يقول لك لا، خد رست كده، خد رست، خد هدنه، خد استراحه، اقعد مع اهل بيتك، ادخل السرور على اهل بيتك، فرح اهل بيتك، فرح اولادك، فرح زوجتك، سواء بالخروج بقى للمنتزهات، سواء لزياره الاقارب، وده ملمح مهم جدا من مقاصد الاعياد، فكره صله الارحام. يمكن احنا برضو مع مشاغل الحياه بعيد عن بعض، ممكن يعني نتصل ببعض كل فين وفين، لكن في العيد لا، ده انت مطلوب منك ان انت تزور اقاربك. فان لم تستطع الزياره فلا اقل من ايه؟ تليفون، التهنئه بالتليفون. وسائل التواصل الاجتماعي زي ما ليها اضرار ليها فوائد كتيره جدا، قربت النهارده المسافات. النهارده انا اقدر ان انا اعمل فيديو كول مع قريبي اللي موجود في بلد ثانيه واهنيه بالعيد واقول له كل سنه حضرتك طيب. فدي بعض المقاصد اللي موجوده. لكن سنن الاحتفال ايه؟ يعني مثلا اللبس الجديد، الاغتسال، انك تروح المسجد من طريق وترجع من طريق تاني، السنن دي اللي احنا يمكن السنن والاداب دي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، والشريعه الاسلاميه علمتنا ان احنا عندنا بعض السنن والاداب اللي المسلم يجب ان يلتزم بها. من اهم هذه السنن فكره الاغتسال والتطيب، وده دليل على ان الاسلام مش بس دين النظافه، لا، ده دين الجمال. ان الله جميل يحب الجمال. فتلاقي ان انت مأمور اذا ذهبت الى المسجد، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمأمور من ضمن السنن والاداب الاغتسال، التطيب، لبس اجمل الثياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده برده، عنده زي خاص بالاعياد ومقابله الوفود، من جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مأمورين بكده، الاغتسال، التطيب، لبس اجمل الثياب، وان انا اشتري لاولادي لبس جديد يحضروا به صلاه العيد ويخرجوا به. مطلوب مني برضو فكرة الذهاب إلى المسجد والصلاة، وفكرة الذهاب من طريق والعودة من طريق. ويمكن العلماء لما جم يتكلموا على فكرة ليه نروح من طريق ونرجع من طريق، البعض قال لأن الملائكة تقف على مفترق الطرق تكتب الخارجين للصلاة، والبعض الآخر قال كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لمصلاه من طريق ويعود من طريق آخر حتى يسلم على أكبر عدد من المسلمين. يمكن وأنا رايح من الشارع ده قابلت ناس، وانا راجع من طريق تاني اقابل ناس تانيه اهنيهم. من ضمن الاداب اللي عندنا والسنن في العيد فكره اظهار التكبير. التكبير في الطرقات، وانا واخد زوجتي واخد اولادي ورايح للمسجد، اكبر وارفع صوتي بالتكبير، اظهر هذه الشعيره تعظيما لله عز وجل وتعظيما لشعائر الله عز وجل. من ضمن الاداب اللي مطلوبه ان انا اجلس واصلي صلاه العيد واستمع الى الخطبه. يمكن ديت حاجه كتير من المسلمين للاسف الشديد بيبقى بنروح مستعجل، متاخر شويه، يا اما يروح متاخر عن الصلاه، يا اما هو مستعجل جدا بعد الصلاه، مع ان احنا دايما بنؤكد ان صلاه العيد وقتها بيبقى قليل وخطبه العيد وقتها قليل، بتحمل بعض المعاني الايمانيه كده اللي بنذكر بعض بيها. صحيح. فمن السنن ان انا اقعد واستمع لخطبه العيد ولو جزء من خطبه العيد، ثم بعد ذلك اهني اقاربي. من سنن العيد واداب العيد في عيد الفطر الانسان يفطر قبل ما يخرج للصلاه. ليه؟ لان انت قبله كان صيام رمضان، فانت كده بتعلن ان الصيام انتهى، فتفطر قبل الخروج للمصلى. لكن في صلاه العيد الاضحى من السنه ان انا افطر بعد ما اعود من الصلاه. يعني اروح الصلاه بدون طعام وارجع من صلاه العيد اكل، خاصه اذا كنت مضحيا. السنه ان انا اذبح بعد الصلاه، فصلي لربك وانحر، ثم بعد ذلك اكل من الاضحيه بتاعتي. صحيح. فدي بعض السنن والاداب. يمكن على اختلاف الاديان كلها، ولكن القاسم المشترك في كل الأعياد في كل الأديان هي فكرة التصافي، ولو في أي مشاحنات مع أقاربك، مع أصحابك، مع أصدقائك، تصفيها. في ديننا الإسلامي العظيم الحنيف بنسميها صلاة الرحم، وبنسميها إن إحنا لو في أي مشكلة بتتحل على المائدة، إن إحنا نقعد ناكل مع بعض مرة تانية. هي مش فكرة الأكل، ولكن في بعد تاني أبعد من الأكل. عايزين نفهمه بقى، وخصوصا يعني ان المائده هي العنوان الابرز لعيد الاضحى. نعم. هو يمكن برضه فكره صله الارحام موجوده في الاسلام عندنا بقوه شديده جدا. يعني ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. صله الرحم عندنا في الاسلام ليها مكانتها. قاطع الرحم لا يدخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع رحم. عندنا من بركات صلة الرحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينسأ له في رزقه، أو يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يصل رحمه. يعني أنت لو عايز زيادة في الرزق
وعايز زيادة في العمر. واحد يقول لي هو العمر ممكن يبقى فيه زيادة يا عم الشيخ؟ مش هي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ هو هنا المقصود به أن يكون فيه بركة في العمر، أن يكون الأثر بتاعك مستمر بعد وفاتك، ما دي زيادة في العمر. احنا ممكن في ناس بتموت وينتهي ذكرهم، وفي ناس تانية يموتون ويظل ذكرهم حي وباقي لزمن طويل جدا بعدهم. ده من بركات وثمرات صلة الرحم. مطلوب مننا في الأعياد أن احنا نصل الرحم، نتصل ونسأل زي ما حضرتك تفضلت. لو في مشكلة من المشكلات، والدنيا لا تخلو من المشكلات، أنا دايما بنأكد على فكرة، احنا أحيانا بيبقى عندنا تطرف في المشاعر، تطرف في المعاملة، يعني احنا عندنا فهم خاطئ للعلاقة بين العلاقات الإنسانية. يعني بعض الناس يحب ان العلاقة بيننا وبعض لو احنا حبايب واحنا كويسين يلاقينا متشابكين ومتداخلين زيادة عن اللزوم، وده يسبب مشاكل. ولو حصل خلافات ممكن يتحول الأمر إلى عداوات ويبقى فيه فجر في الخصومة، وهذا ليس من الإيمان والإسلام في شيء. ولكن الإسلام يأمرنا أن تكون العلاقات بيننا وبين بعض في محبة، في مودة، في صفاء قلوب، في سلامة قلوب، سلامة صدر، ما يبقاش فيه شحناء، ما يبقاش فيه بغضاء. وبتيجي الأعياد عشان تأكد عن المعنى ده. لو حصل خصومة، لو حصل خلاف، لو حصل شحناء، لو حصل مشاكل بيننا وبين بعض، تيجي الأعياد تقول لنا دي فرصة أن احنا نصفي النفوس اللي بيننا وبين بعض. وخلينا فاكرين أن سلامة الصدر ده مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن انت يكون ما فيش في صدرك غل. ممكن يكون في مشكلة بينه وبين حد ومش قادر أن احنا يكون في بيننا وبين بعض تعامل بصورة كبيرة، بس لا أقل من التهنئة ومن السلام أن احنا نلتزم بالحد الأدنى للتعامل. فأهني ويجتمع مع بعض على الطعام زي ما حضرتك تفضل، ونحاول أن نصفي النفوس، فإن لم نستطع فلا أقل من أن نصفي النفوس ونهنئ بعضنا البعض، وتكون المعاملات في الحد الأدنى بيننا وبين بعضنا البعض. طيب نتكلم بقى عن الأضاحي. يمكن الناس دلوقتي من بعد الصلاة هتبتدي تضحي، هل في نية معينة محتاجين أن احنا نبيتها؟ هل احنا دلوقتي في شعائر معينة بتتعمل قبلها؟ يعني اشرح لنا دلوقتي عشان يمكن بعد الصلاة ناس كتير هتبتدي تضحي. طبعا هو احنا ما يميز عيد الأضحى ان احنا من الاداب ومن السنن اللي بنلتزم بيها في عيد الاضحى فكره الاضحيه. والاضحيه في الاسلام هي سنه مؤكده. الاضحيه تحتاج الى نيه؟ نعم تحتاج الى نيه. كل عمل يعمله المسلم في حياته يحتاج الى نيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. الذي يفرق بين العاده والعباده، بل الذي يفرق بين العبادات نفسها. يعني انا دخلت دلوقتي صليت 4 ركعات، إيه اللي يفرق إن دول 4 ركعات ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا دول تطوع لله عز وجل؟ إيه اللي يفرق ده عن ده؟ النية بتاعتي. فالنية مطلوبة في الأضحية. نعم إن أنا نيتي أن أضحي. طيب الأضحية ديت مقصود منها إيه؟ إيه المقصود بالأضحية؟ إيه المقصد من وراء هذه الأضحية؟ المقصد من وراء الأضحية رقم واحد شكر الله عز وجل على نعمة المال. ربنا عز وجل يأمرنا لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا عز وجل أنعم عليك بالمال، أنعم عليك إن هو رزقك المال الذي تستطيع به أن توسع على الفقراء، فنضحي توسعة على الفقراء. يبقى المقصد الأول والنية الأولى عندي إن أنا أشكر الله عز وجل على نعمه علي، نعمة الحياة ونعمة المال. من النوايا الموجودة في الأضحية فكرة نشر المحبة اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية. لأن أنا هوزع الأضحية بتاعتي إزاي، أو هتعامل مع الأضحية بتاعتي إزاي؟ أنا هاكل منها، أوسع على أهل بيتي، وأهدي منها للأقارب، وأهدي منها للجيران، ودوت فيه مودة وفيه رحمة. وكذلك إطعام الفقراء. إن إحنا دايما الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم له كلمة عظيمة جدا يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. سواء في عيد الفطر نغنيهم عن السؤال بصدقة الفطر، أو في عيد الأضحى نغنيهم عن السؤال. البيوت يعني في توسعة، دي أيام أكل وأيام شرب وأيام فرح وأيام سرور. فزي ما أنا أوسع على أهل بيتي أوسع على الفقراء بأن أنا أوزع عليهم هذه الأضحية. من سنن الأضحية ومن أداب الأضحية أن أنا إذا أردت أن أضحي لا أخذ من شعري ولا من لحيتي ولا من أظافري منذ أول 10 الأول من ذي الحجة. ودي سنة مطلوب أن احنا نعملها، لو فعلتها أخذ ثواب عليها. طيب إن تركتها وخلاص الوقت ده اتعدى خلاص أو وقت ده، الأضحية إن شاء الله مقبولة. فنوايا الأضحية أن أنا أشكر الله عز وجل على نعمه، أوسع على الفقراء، أوسع على الأهل. الأضحية تتوزع إزاي؟ وده سؤال بيبقى مطروح. هو أنا أوزع الأضحية كلها ولا أجعلها كلها للفقراء ولا أخليها كلها عندي؟ طب ينفع أن أنا أكل منها ولا لا؟ المشهور عند أهل العلم أن احنا نقسم الأضحية 3 أقسام. ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
يعني ايه كلوا منها؟ يعني ده امر بالاباحه ان انا اكل من الاضحيه او من الذبيحه اللي انا بذبحها. طيب مين هو القانع؟ القانع هو الانسان الذي يقنع بما اهديه اليه هو في بيته، ده ما بيجيش يسالني، ما بيجيش يطلب مني. فده يدخل فيه الاقارب، يدخل فيه الجيران، يدخل فيه الهديه. طيب والمعتر هو الانسان المحتاج الذي يسال. فاوزع الاضحيه المشهور بين اهل العلم ان انا اوزعها ثلاثه اثلاث، ثلث لاهل بيتي، ثلث للفقراء، وثلث اهديه للاقارب وللجيران. حتى لو الاقارب والجيران مش محتاجين، يعني هل انا النهارده اديهم هم مش محتاجين ولا ادي اللي محتاج؟ والله هي الفكره هنا في الاعطاء مش فكره الاحتياج بس، هديه، هي فكره الهديه، فكره ان احنا تهادوا تحابوا، فكره ان انا لما بيبقى في تود بيننا وبين بعضينا، موده بين بعضينا، ممكن اكون انا اصلا ذابح اضحيه واوزع واعطي وتجي لي لحم هديه. زي كده الفلسفه دي موجوده بالظبط في فكره زكاه الفطر. الاسلام دايما عايز يخلي فيه تكامل وتكافل بين المسلمين كلهم، انا زي ما اخد ادي. فالفكره هنا عندنا طبعا الاولويه للمحتاج والاولويه ان احنا نوسع على الفقراء، ولكن ده لا يمنع ان احنا نهدي الاقارب ونهدي الاصدقاء. صحيح. من باب الموده ومن باب المحبه ومن باب تهادوا تحبوا. صحيح. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وكل الامه الاسلاميه والعربيه بكل خير، كل سنه واهلنا في فلسطين امنين مطمئنين يا رب. يعني يرزقهم الامن والسكينه يا رب خلال ايام العيد او بعد ايام العيد. شكرا لك الشيخ محمد نصر عبد المنصف ليثي الواعظ بالازهر الشريف، نورتنا وشرفتنا في استوديو صباح الخير. الشرف لينا، وكل عام وحضراتكم بخير والامه الاسلاميه كلها بخير. كل سنه وانتم بخير.